فرقعة الأصابع ممكن تحسسك بالراحة، ممكن تحسسك بالألم، الأغلب يحسون بالراحة منها. العلماء فسروا هالشيء بعدة طرق، يقولون أن ممكن يكون احتكاك العظام، ولكن التفسير السائد أن فيه بابلز، أن فيه فقاعات بين المفاصل. عندنا اللي نقع أصابعه، اللي نقع رقبته، اللي نقع ظهره. هاي المفاصل يسمونها synovial joints، اللي هي تكون أكثر المفاصل ليونة. بين العظام يكون في سائل يسمونه synovial fluid، هذا السائل فيه مواد تشحيم، والسائل هذا فيه مواد أخرى تاكل بقايا العظام، يعني لو استوى احتكاك استوى شيء تاكل بقايا العظام. في نفس الوقت نفس السوائل الأخرى في الجسم يكون فيها غازات مذابة، فيوم نشد مفاصلنا بطريقة غير طبيعية شو يستوي؟ يمتد السائل هذا، التم كميته نفس ما هي بس يمتد السائل هذا، فشو يستوي؟ الضغط يقل، وبعدين الغازات الذائبة هاي تطلع تسوي بابل أو فقاعة وتنقع هاي الفقاعة. بعد ما تنقع الغازات المذابة هاي تحاول ترجع أماكنها، تأخذ تقريبا 20 دقيقة عشان ترجع لوضعها الطبيعي. فلو نقعت أصابعك لازم تتريا تقريبا 20 دقيقة عشان تنقعها مرة ثانية. لو التفسير هذا ما كان واضح وايد، خلونا نتخيل البيبسي مثلا أو المشروبات الغازية، يكون الضغط داخل العلبة عالي، فيوم نفتح الغطاء تطلع الغازات. ليش؟ لأن الضغط أقل. فبتحصلون ناس يقولون لا تنقعون أصابعكم ما عارف شو، بيسوي لكم التهاب مفاصل وبيسوي لكم ما عارف شو. أغلب هالناس يكونون من الناس اللي ما يحبون يسمعون صوت التنقيع، أنا مو واحد منهم. فواحد اسمه دكتور أنجر، هذا شو سوى؟ تم ينقع أصابعه أصابع إيده اليسار لمدة 50 سنة، وأصابع إيده اليمين هداها نفس ما هي، فلين اليوم ما عنده التهاب مفاصل، فهذا يثبت أنه ما في مشكلة. وفوق هذا حصل جائزة نوبل في تقدير بيضة، اللي هم ناس أسهموا بطريقة ما للعلم. فلو بغيت تنقع أصابعك نقع أصابعك على كيفك، الشيء لازم تنتبه منه الناس اللي ما يحبون تنقيع الأصابع.